الوكالة الوطنية للتشغيل تطمئن بتجديد كل عقود الإدماج المهنية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة الواحدة من إذاعة الجزائر القناة الأولى. تطمئن الوكالة الوطنية للتشغيل تجديد كل عقود الإدماج المهني سواء في القطاع الإداري أو الاقتصادي، مؤكدة تسجيل انخفاض في نسبة طلبات التشغيل في القطاع العمومي والتوجه أكثر نحو المؤسسات الاقتصادية. تقرير حياة بالبحري. سجلت الوكالة الوطنية للتشغيل انخفاضا في طلبات العمل خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية إلى دون 1 مليون طلب. المدير العام محمد الطاهر شعلال: إلى غاية 31 جويلية 2016 انخفاض في طلبات العمل لليوم صبحت يعني ما دون 1 مليون طالب عمل. طالبي العمل المسجلين إلى غاية 31 جويلية هو 913,069 طالب عمل لم نتمكن من تنصيبه. التنصيبات اللي قامت بها الوكالة الوطنية للتشغيل 294,000 تنصيب، من بينها 252,000 في الإطار الاقتصاد العادي، وكاين من بينها أيضا 21,000 في إطار عقد العمل المدعم، و 42,000 في إطار DIP، 93% منها في الشركات الاقتصادية. كما أن جميع العقود الموجهة للشباب سيتم تجديدها، يقول محمد الطاهر شعلال: أؤكد أن عقود الإدماج المهني متواصلة وستتجدد. كل العقود يتم تجديدها، عقود الإدماج المهني DIP، العقود الموجهة إلى الجامعيين سيدي عقودهم سيتم تجديدها عند انتهاء مدة العقد الأول، سواء في القطاع الاقتصادي أو في القطاع المؤسسات الإدارية. أكثر من 80% موجودين الآن في القطاع الاقتصادي وما عندناش أي مشكل من هذا الجانب. وبحسب المركز الوطني للسجل التجاري، ارتفاع في نسب فتح سجلات تجارية خلال السداسية الأول من السنة الجارية ب 5.4%. حفيظة سعداوي، إطار بالمركز الوطني للسجل التجاري: هناك تزايد في عدد سجلات القيود الجديدة للسجل التجاري للسداسي الأول سنة 2016، حيث تم تسجيل تزايد 5.43% بالنسبة للأشخاص المعنوية، مقارنة ب 25,550 شركة للسداسي الأول 2015، إجمالا بنسبة 1.81% تسجيلات سجل تجاري. هذا وأكد الديوان الوطني للإحصاء تراجعا في نسبة البطالة في هذه السنة من 11.2% إلى 9.9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. نبقى في ذات السياق، وهذه المرة من ولاية الواد، حيث أزيد من 100 مشروع شبني في القطاع الفلاحي مولته أجهزة الدعم التابعة للدولة بهذه الولاية التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى قطب فلاحي بامتياز. التقرير لفوزية بن شرودة من إذاعة الجزائر بالواد. ما يزال قطاع الفلاحة يحتل الريادة في سلم المشاريع الممولة من قبل أجهزة دعم الدولة بولاية الوادي، ومن ذلك وكالة دعم وتشغيل الشباب أنساج التي تولي أهمية بالغة لمعالجة المشاريع من هذا النوع، حيث مولت هذا العام أزيد من 100 مشروع شبانية، وذلك دعما لهذا القطاع الحيوي بالمنطقة. المكلف بالإعلام لدى وكالة الواد لدعم وتشغيل الشباب أنساج محمد الصالح شبل: الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب حتى المجال الفلاحي هو مجالات اللي قادرين ننجحوا فيه يعني في الولاية، ولهذا ارتأت يعني أن تركز عليه تركيز كبير. في الملفات المدعى 2016 فقط هي 112 ملف بالفلاحة بجميع أنواعه. مجال حيوي آخر يطمح جهاز أنساج لأن يحقق فيه نسبة تمويل معتبرة في قادم الأيام، ألا وهو الاتصالات، حيث أبرمت الوكالة مؤخرا اتفاقية مع اتصالات الجزائر يتم بموجبها تأهيل الشباب في هذا الجانب ومن ثم تمويلهم. يضيف محمد الصالح شبل: هناك اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم الشباب والاتصالات الجزائر في هذا المجال في عدة اختصاصات بالموازاة يعني بالاتفاقية الأخرى ما تكون المهني والجامعة. هناك خريجي جامعة في هذا الاختصاص وخريجي تكون المهني من تقني سامي فما فوق في هذا الاختصاص، يعني يجوا لونساج مدوا لهم المشروع اللي خاص بالاتصال، وهناك يعني امتياز آخر بالنسبة لاتصالات الجزائر أنها تكون الشباب المستفيدين من لونساج في المجالات اللي تخصها بعد
التكوين زيدت مدلهم البروجي. وتبقى أجهزة الدولة نافذة مهمة لشباب الوادي يتطلعون من خلالها لتحقيق تنمية اقتصادية أفضل للبلاد. من إذاعة الجزائر من الوادي، فوزية بن شرودة للقناة الأولى.